قادر قانونيا لائحة الظن بما جاء فيها. فلان مدان، بتتعامل مع فلان مدان، فلان عليه، فلان عليه، يعني لا أنت تحقيق ولا تجري خبرات ولا يعني هي تعتمد ما قدمته لها محكمة أمن الدولة كمدعي نعم. كمدعي عام. نيابة العامة نعم. فعملت دراسة للملف فوجدت أنه عقارات إما ميتة غير قابلة للبيع، أو أنه عقارات عليها ازدواج بالحجز ما بين أمن الدولة وما بين المحاكم المدنية، أو حقوق لآخرين وصار فيها طلبات انتقال وورثة. مسألة شديدة التعقيد. فالهيئة المدنية قررت، وربما مش لحالها، ربما مش لحالها، لابد من تشاور يعني دوائر غير معروفه او معروفه، يعني على الاقل نقول الدوائر القانونيه حتى لا يفسر الكلام باتجاه اخر، بانه قرروا هاي الفتره انه انت مثلا صاحب الشركه، انت بتقول صار لك 5 سنين بالسجن وانت عندك مديونيه تدعي باقل منها، تفضل اطلع واثبت لي انها اقل. انت تدعي بانك تستطيع جلب الاموال اللي احنا عجزنا عن جلبها، اطلع. هي فعليا اذا بدك ضبط شديد الدقه لهي الطلعه، انه برضو الهيئه المدنيه واي يعني حتى اذا بدك تاخذ التدخل او تاخذ الفشل، قسم الفشل اللي لازم امن الدوله باداره هذه القضيه، انا بتقديري لو راحت على المحكمه المدنيه او راحت على اي محكمه بالاردن ستفشل بنفس القدر، لانه نفس الجهات هي التي تتدخل. يعني اللي بدي استوعبه الان انه كل المسجونين على قضيه البورصه الان اعطوا فرصه للخروج من السجن الان؟ للخروج الجميع؟ القسم الاعظم أو الشركات الأبرز على الأقل. لكن لازم تعرف قضية حساسة، أنه الآن صاحب الشركة الآن هو يعني إمكاناته المادية أقل مما كانت عليه 2008. إذا كان يملك عقارات أو سيارات فهي أقل تقييما مما كانت عليه. هو بحالة نفسية ليست جيدة وبحالة صحية ليست جيدة. بمعنى اللي اخترع مشكلة البورصة بالأردن هو وضعها بين ايدي الناس لا يستطيعوا إدارة الحل، يستطيعوا صنع مشكلة ولا يستطيعوا إدارة حل. ما في حلول. ليش؟ لأن البورصة هي وقعت على مجموعة من الشباب صغار السن وما كان يمتلكوا رؤية، ما عندهم خبرة، ما عندهم دراية، ما عندهم، لذلك هم أوقعوا نفسهم وأوقعوا أهاليهم بجملة مشاكل، بجملة مشاكل الآن هي تصطدم بالحل. الآن الهيئة المدنية إذا أخذت من زاوية الإدارة ومن زاوية النية ومن زاوية الكفر القانوني، الهيئة المدنية بتقول لك أنا ما في قدامي حلول. واحد أنا صار لي رامي بالسجن 5 سنوات، والمتضرر بيدق على بابي بيقول لي وين المصاري، فأنا غير قادر إني أجيب له مصاري وغير قادر برضه إني أهمل حديث صاحب الشركة بيقول لك طلعني بجيب. الآن الواقع راح يجاوب الهيئة المدنية وراح يجاوبنا وراح يجاوب المتضررين إنه شو الفوائد اللي راح نجنيها من هاي الطلعة. ولعند هاي النقطة بترك الحديث للأخ. الآن الأخ نضال له سؤال برضو مرتبط بنفس القصة. إذن الواضح من ما سألته أنه في مجموعة راح تطلع تصوب أوضاعها بالسوق بناء على اتفاق وطلعت. نعم. تمام. لكن تحدثنا أيضا أنه في عندي ناس وجهوا لي سؤال، وهذا السؤال إليك أستاذ نضال. تفضل. يعني مجموعة لهم 5 سنوات مودعين مبالغ مش قليلة أبدا، بيحكوا لي أنه حتى شركاتهم مش مقدم ضدها شكاوي. كرئيس للجنة متضرري البورصة، كيف تتعاملون مع هذه القضية؟ هذول الناس وين يروحوا؟ شو يعملوا؟ تسمح لي. وهل قدمت الشكاوي في كل المكاتب ولا لا؟ نعم. تفضل. تسمح لي بس هيك في مقدمة بداية كلامي، احنا ومهم ان نجاوب على هذا نعم السؤال. نعم اكيد الناس. ان شاء الله راح نرجع له. تفضل. سيدي، احنا ذكرنا بانه صاحب القرار وصاحب والمسؤول بقضية البورصة إذا ما سمع عنها كارثة، وإذا سمع ولم يتخذ أي إجراء إيجابي تجاه هذه القضية فهي خيانة. جميل. والآن إحنا بالنسبة لنا أمام قضية فيها خيانة، يعني وجهها كما شئت، خيانة حكومية، خيانة بغض النظر. جميل. المهم سيدي، في سؤال شيخ قالوا له طب أنت يعني النظارات تدول تعونك بعد ما توفى زوجتك، ليش مش لابسهم؟ قال لا شيء يستحق بعد زوجتي أن ألبس، أن أشاهد الكون فيه. فنحن بعد الشهيد وصف التل الأردنيون بدون نظارات لا ينظرون إلى أي مسؤول ولا يولونه أي اهتمام. سيدي، لو تدعثرت شاة في العراق، حاكم مسلم نعتز فيه
لخفت أن بسمع ليش هاي مقدمة لكلامي أنا راح أخوض لك في كل راح أجاوبك على كل حتى نرتوي يعني ما نقولش الموضوع عن سياقه أكيد. سيدي نص الأردن واقع في النهر في الأرض في الجحيم في الجسمه وبعدين إحنا منروح من قد الصلوات ومن قد العبادات ومن قد الحج فالأمر صار سيدي بالنسبة للسؤال اللي تفضلت فيه متضرري البورصة نعم متضرري البورصة قدمت شكاوي من يعني هل يعقل انه واحد له فلوس ما قدم شكوى قدمت شكاوي من قبل كل المتضررين الا من كان مسافر الا من كان وبعدين ان السؤال الاستاذ بشير انه هل يجوز تحديد موعد للشكاوي هون سؤال نعم اللي بدي اقوله انه الكل قدم شكاوي لكن اللي بصير واللي صار عندنا هون انه جزء كبير جدا من هذه الشكاوي فقدت وقدمت شكاوي يتفاجأ المتضرر بأنه ليست هناك شركة مجرمة من قبل رئاسة الوزراء على هذه في قضية البورصات فوقع المتضرر بالمتاهة أنا قدمت شكوى شيء منه ضاع وشيء منه مرفوع كان ما يعني بعرف كان في فترة قانون كان في فترة قانونية نعم وق نعم كان بعدها بعدها مع العلم بأنه هاي الأستاذ بشير بيحكي قانون إنه هل يجوز تحديد الشكاوي طب بتظهر مشتكيين جدد بظهر أرقام جديدة بظهر وبعدين يعني هسا فلان مشتكى عليه مليون وإجت شكاوي جديدة خلنا نقول في 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 500,000 شو ضار على الحكومة إذا هذه لحقة هذه يعني ليش تحدد الشكاوي والمبرر كان عند المحكمة بتحديد الشكاوي إنه بدهم يضبطوا العملية طب مش غلط في زيادة أرقام زائد وبحط تحتها يساوي زائد شكاوي فلان زائد مجموعة شكاوي وإلى آخره وكان المبرر ضعيفا جدا لدرجة أنه يعني لا يرضي طفلا في الأردن على أنه والله اللي حصر طب هاي هم وقفوا الشكاوي ولحد الآن في عدد لم يتقدم بشكاوي مش بس أنه قدم شكاوي هناك شكاوي فقدت بقيم عالية جدا وأنا بسأل دولة جميل الحاج عبد الله نسور لمصلحة من ذهبت هذه الشكاوى. جميل بس أخذ اتصالين ونكمل. أخي عطالله مساء الخير أخي عطالله العقيلي أحد متضررين بالبورصة تفضل يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله يعطيك العافية وكل عام وأنتم بخير. الله يعافيك وكل عام وأنتم بخير حياك الله. يا سيدي بس بالنسبة لموضوع الشكاوي. أنا اشتكيت على شركة أوريون. طبعا مش على شركة أوريون اشتكيت بنفس التوقيت على الشركات أستاذ عطالله علي لي صوتك شوي مش سامعك بصراحة أنا اشتكيت على ثلاث شركات نعم من ضمن الشركات شركة أوريون وشركة يونايتد تريدر وشركة فوركس توكية تمام وكانت الشكاوى محددة لغاية تاريخ كذا حتى أذكر أنه كان 17/9 أيوة يعني حدد التاريخ للشكاوى بعده ما في استقبال حدد التاريخ نعم المهم بعد انتهاء الشكاوى فترة 6 شهور بلشوا يعلنوا بالأسماء بالجرائد على أساس التعويضات صرفوا نسبة أيوة رحت راجعت لقيت لي اسم فقط شركة يونايتد راجعتهم بشكوة شركة أوريون الشكوى كانت قيمتها نص مليون دينار نعم كويس يعني انت شكيت على ثلاث لقيت شكوى واحدة فقط لقيت شكوى واحدة على الرغم انه تقدم لنا نفس التاريخ فراجعت انا عندهم هناك قالوا لي كان مقدم المساعد فلان ازمقنا والله لا اذكر شو اسمه نعم 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 قال لي اطلع عند محمد الروسان على الطابق الثاني اطلعت عند محمد الروسان وقال لي انت لك شكوى واحد قلت له انا قدمت ثلاث شكاوى بان واحد ايوه جميل قال لي ارجع على رئيس المحكمه تحت رجعت عنده يقول لي روح اشتكي برا قلت له اشتكي برا كيف اشتكي برا انا اضل نص مليون معيش رسوم اصلا بدي الرسوم حوالي من 20-25,000 ما عدا المحامي وانه بقول لي خلص روح دبر حالك بهذه الطريقه القاضي بيقول لي روح دبر حالك قلت له كيف ادبر حالي قال لي خلص الشكاوى انتهت بعدها فترة رديت رحت على القضاء على مديرية القضاء العسكري وقدمت شكوى وقدمت الأوراق والأوراق لغاية الآن موجودة عندي ولغاية الآن ما في أي أصل لهذه الشكوى لأنه أصلاً الشكاوي ما لها رقم يعطوني إياها يعني ورقة على الباب برا بتقدم هالسدعة بترميها عندهم كرتونة وتسحب عليك وتروح ممنوع أفوت جوا ممنوع أقول له مرحبا كان هيك النظام عندهم برا كشك حاطين واحد كان في سعيات بتكتب اسمك
وبترميه بالكرتون عندهم وبتسحب عليك وتروح. شكرا شكرا استاذ عبد الله. عندك اي تعليق اخر، اي مداخله، اي استفسار؟ عندي تعليق لو سمحت. تفضل. قضيه البورصه موضوعها سهل جدا جدا جدا. تفضل. قضيه البورصه حلها لا يتجاوز الاسبوع. اذا الحكومه بدها تحلها. كيف؟ مصاري الشعب الاردني عند 5 اشخاص. بتحب اعدد لك اسمائهم؟ بعددها، ما عنديش مشكله. لا تمام، هذا يعني انت عندك اقتراح انه الحكومه تتخذ قرار جريء لمحاسبه من تورط في البورصه. يا سيدي كل اللي انسجنوا ابرياء. ابرياء. كل اللي انسجنوا، اللي كانوا مستحقوا السجن لا زالوا برا وفاتحين ماركت ميكر، وهيهم شارع الهاشمي بايربيد ريتش، وكل الشركات عبارة عن تغيير مسميات، ولسه شغالين لهي الساعة وبنصوا واحتلوا على الناس. شكرا أستاذ عبد الله، شكرا لك شكرا لك شكرا لك. الجواب عندي سالم النوايسة. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله يسلمك. الله يعطيك العافية أخوي. يا هلا تفضل. والله أنا ودي أعرف على الحكومة، كيلة البطاطا في نيرة، كيلة البندورة في نيرة، كيلة الخيار في نيرة، الشعب انخنق بنتنفس بالخرم البري، مي قادر تحل اللي حلت الكهرباء زادتها وكل الاسعار، مي قادر عبد الله نسور يحل شغله البورصه اللي لنا 6 سنين، لا اخذنا تعويضات ولا اخذنا فوائد ولا اخذنا ارباح، واللي اخذ البورصه يومه في عمان الله وكيلك قاعدين بيسرحوا بمرحوا. احنا انا وصيت ابني عمره 12 سنه ودي اجوزه ان شاء الله، بس اجوزه وصيت ولده مشان ياخذ البورصه، شغله تخش اجتماعات ولقاءات على التلفزيون وهذا، لا لكتيش يعني لكتيش، بس جاوبني لكتيش. تمام. لكتيش نظل احنا ساكتين؟ لكتيش احنا نظل منخرسين بنتنفس من خرم ابري؟ لكتيش يعني ولا نظل؟ يعني انتم شعرتوا بفقدان امل استاذ سالم؟ احنا ما في امل الا في الاردن كله سيدي. انا صرت اغار من اللاجئ السوري الساعه. باكل شارب نايم ماخذ مصاري وانا ما الاقي اطعم ابني. شكرا استاذ سالم، شكرا لك. خلينا نكمل يا اخوي الله يرضى عليك. في اي مداخله سريعه بس؟ اي مداخله، الحكومه لو بدها تنهيها بتنهيها، مصارينا عند محكمتها من الدوله، خليها تطلعها، لا يصير فينا مثل سوريا ويصير فينا مثل مصر. خلينا نطلع مصارينا ويعطونا اياهن. شكرا استاذ سالم، شكرا لك. شكرا لك. الله يعافيك. سؤال أستاذ بشير، هل يجوز تحديد موعد الشكاوى بتاريخ معين؟ في كثير مستجدات يعني رح تطرح بعدين، حتى لو احنا عندنا 1.5 مليون بقارب 2 مليون شخص، هل من الممكن الفترة اللي طرحت تستوعب كل هذا الرقم؟ سؤال تفضل. سيدي الإجابة على السؤال من الناحية القانونية لا يجوز تحديد موعد الشكوى. نعم. لكن تحديد موعد الشكوى ساقته مبررات واقعية ولكنها مش قانونية. مبرر واقعي انه انا بدي اعرف مديونية شركة، بدي اعرف العالية، مش معقول انه اظل على كل يومين تتغير مديونية الشركة. نعم. هذا المبرر واقعي يعني ببرر الميدان لكن مش قانوني. لكن المشكلة الكبرى كانت بغياب الخطة للعمل بهذه القضية، انه انا بحط تاريخ للشكاوي ولكن بفتح لجنة هاي مهمتها ما يستجد من امور الشكاوي، فانا بكون طبقت القانون ورعيت الميدان. الشغلة الثانية ضياع الشكاوي برضو كان هذا من غياب التخطيط للساعات. يعني ثلاث شكاوي على نفس على 3 شركات. طيب. مختلفة وما لقي غير واحدة. هون في مشكلة انه ما كان في ادخال للشكاوي. يعني الامكانات اللي وفرها رئيس الوزراء لأمن الدولة ما وفر طاقم. بس كانت المصاريف عالية. شوف موضوع المصاريف هذا بتحفظ عليه. في مصاريف ولكن بتحفظ عليها لانه انا شاهدت، وهذا يعني كلام مش محابة لحدا، شاهدت ليل نهار عمل الأمن الدولة. نعم. الإمكانات كانت متواضعة، المدعين العامين كانوا يكتبوا كاسات كرتون ويتحدثوا عن الإمكانات يوفرها أقل، ويوفر مدخل بيانات برا اللي لما يجي المواطن يقول له هاي رقم شكوتك. ما كان في مدخل بيانات ولا كان في كمبيوتر، والكرتون اللي يسلف عنه الأخ المتصل هاي كانت واقع ل 426,000 واحد بدهم يزوروا أمن الدولة. لكن لازم نفرق بين النمطين من الشكاوي. نمط اللي بيحكي عنه المتصل والأخ نضال هو نمط شكوى فقدت أو أتلفت أو بفعل فاعل، أو أن الشكوى لا تجوز قانونا لأنه رئيس الوزراء ما حولش الشركة، فلذلك نسبة الشكاوي اللي يعني في شركات حولت وشركات ما حولت. في كان يعني هل حولت ضمن مسوغ قانوني معين؟ المسوغ احنا بتسأل فيه رئيس الوزراء، السؤال موجه لرئيس الوزراء، وشو الأساس القانوني اللي قررت أنه شخص لم 200,000 دينار بمس المركز المالي للمملكة، ولكنك لم تقرر شركة بتشتغل من سنة 2000 بتلم مصاري وما بتمس المركز المالي. هذا السؤال موجه لدولة رئيس الوزراء السابق، مش باعتباره مختار، باعتبار الوزارة الآن تقدر تجاوب عليه.
لكن لازم تعرف أنه نسبة الشكاوي المفقودة أو المختلف عليها من التي تجوز تقديمها قانونا هي قليلة جدا مقارنة مع الشكاوي التي رفضت وهي لا تقبل قانونا والتي ترتبط بالشركات الغير محالة أصلا من رئيس الوزراء. فهذه شركات كبرى غير محالة.